مفخرة السادات الكرام وعمدة السادات الأشراف، هذا عنوان كتاب. العبد الفقير هيثم سلمى الخطاط من سوريا، مدينة حلب، سنة 1996 بدأت في ممارسة الخط العربي. سنة 2000 أتيت اسطنبول وتعرفت على الشيخ حسن شلبي، شيخ الخطاطين وأستاذ فن الخط في العالم الإسلامي معروف. بدأت بالدراسة على يده ومارست الدراسة إلى سنة 2011 أو 2012-2011 أتيت إلى اسطنبول. خلال عملي في المجال اللوحات أيضا يوجد طلبة وتلاميذ يعني يريدون أن يتعلموا الخط، ففي طلاب من المغرب يعني حبا باللغة العربية والقرآن الكريم والخط أيضا، فبيجوا بيتعلموا الخط. شوف هون في شوية استقامة، شو لازم نزل لتحت. هاي شهادة مشاركة في ملتقى الشارقة لفن الخط، هاي كان في معرض ومحاضرة في القنصلية التركية في حلب سنة 2007. ملتقى دمشق لفن الخط، هاي احتفال دمشق عاصمة الثقافة العربية سنة 2008، شهادة المشاركة والتقدير. هذه الإجازة شهادة عليا في فن الخط العربي أيضا من إرسيكا، 2007 منحت هذه الإجازة. دائما أدواتي معي، المقلمة، الأقلام والحبر، إذا ما كتبت أشعر في نقص. يعني بالنسبة أنا الخط بالنسبة لي مثل الهواء. هنا كلمة يا فتاح مكررة على شكل تناظر، هنا يا حنان يا منان أيضا على شكل دائرة هندسية. يعني أحس في روحانية عندما أنظر لكتابات القدماء، أستحضر هذه الشخصيات العظيمة التي تعلمنا منها هذا الفن وإلى الآن نقلدهم ونتعلم منهم. نتعلم ليس فقط الخط، نتعلم الأدب ونتعلم الأخلاق من هذه الناس العظيمة.